ايه بقى؟ نحكي ده مقانق. مقانق مقانق اللي هو سجق. لا السجق بيجي حار، بيجي مع كمون، بيجي مع دبس الحار، وبيجي مع لا لا ثوم ناعم. انا بالنسبه لنا ده سجق ايا كان هو معمول ازاي يعني. لا بس في فرق، اللبناني في مقانق وفي سجق. مقانق اللي هو بيجي بلحمه مع كزبره يابسه وصنوبر، يعني منه حار، منه حار. اه مش 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 حار. لا مش لا مش مش حار. السجق بيجي هو حار حار يعني، بيجي قلبه كمون وحار و... قصدك حراق يعني؟ حراق. اوكي ده انت بتعمله بايه؟ الكزبره ناشفه، الكزبره ناشفه مع البهارات، الا خلطه بهارات صغيره، خلطه بهارات و... وسنيبر. سنوبر. سنوبر هذا كمان تصنيع ده مش مستورد يعني، تصنيع ده مردوح. والمقانق محلي ولا بتجيبها من لا لبنان؟ لا انا بعملها. انت بتعملها بنفسك؟ آه. برافو عليك. انا بستجو. طيب. انت نيجي ده كبه، دي كبه كبه لبنية. لبنية اللي تحتيها ده لبنة؟ لا لبن، لبن. زبادي يعني. زبادي وجواه ايه ده؟ نعناع. نعناع يابس. نعناع يابس، نعناع ناشف. نعم. يعني وده مقلبه حشوه اللي هي لحمه وبصل وصنوبر. اه انتوا اللبنانيين بتحطوا صنوبر جوه ال؟ ايه اكيد. حلوه. لا مش حلوه، حلوه قوي. والبصل مديها طعم مسكر. اه بصي بقى الاكل يعمل ايه بقى، بص الاكل يعمل ايه. واخد ال حطها كده؟ لا لا ده كده اللي بيحشر. لا الاكل يوم واخد حته من الكبيبه يوم حطيتها في الحمص. حمص مخلوطه، حطيتها في الحمص بقى حطيتها في بقه. ده مش اكل، دي مزيكا. طيب جوانح بروفنسال كنت لسه اقول لك، ده لبناني ولا ده غربي؟ لبناني. لا لبناني، كل شيء فيه بقلبه ليمون مع ثوم. اوكي هو كزبره ده اللي هو الحته العظمه اللي قبل الجناح الفرخه صح؟ معمول بايه؟ اللي هو بالكتف. اللي هو الكتف معمول بايه؟ بعصير حامض، هو الليمون مع ثوم وكزبره وملح وفلفل ابيض. دي برضو اول مره ادوقها بصراحه. حلوه. نعم مش مركز عليها غير الليمون بس، هو اكلكم كده يعني الاكل اللبناني؟ اه مرتي جايه بتشرب مخفف لك الليمون. حلو جدا. في عندك بعض.